عيالنا اليوم حلقتنا عن الصيف الأول، شلون كانوا الأوليين أجداركم عايشين الصيف بدون كهرباء بدون مكيف بدون بانكة. تعالوا عن قرب نتعرف على حياتهم الأول. عيالي يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. تقولوا بعد عيالنا، كلكم عيالنا. أرحب بكم ويسعدني أن أقعد معاكم اليوم ونسولف عن شيء من أيام الناس الطيبين، أيام أجداركم. اليوم نتكلم عن موضوع وايد مهم. الموضوع أول شيء نقول السنة فيه كم من شهر؟ كم شهر؟ 12 شهر، صح؟ زين، السنة كم فصل فيها؟ أربعة فصول، صح؟ زين، عددوا الفصول، عددوهم. الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. صيف وشتاء وربيع وخريف. اليوم نتكلم عن فصل وايد مهم، خاصة أيام الأول، فصل الصيف. الصيف حر ولا بارد؟ حر، والحرارة زايدة والرطوبة زايدة، ومع ذلك أول ما في لا كهرباء ولا في لا مكيف ولا في بانكة ولا في أي شيء يبرد علينا، عليهم المساكين. كانوا عندهم المهفة، وكانوا عندهم البحر والبرك مال السباحة. مو كل بيت عنده برجة، ولا كل مجموعة ولا قرية عندهم برجة. البرك منتشرة في القرى، في المزارع، في الأماكن اللي فيه تصيف. فالناس كانوا وسيلتهم البحر، يعني إذا بتسبحون سبحون في البحر، عدل؟ وكان في الصيف اللي برد على قلبهم بعض الخضروات والفواكه اللي تزرع في البحرين. تعرفون شنو يزرع في البحرين أول؟ مثلا البقل، وبعد الرويد، طماط، جرجير قليل ما كان عند الجرجير أول، الخيار، الخيار قليل، لا بدل الخيار في الطروح يسمونه مطروح، وبعد ليمون، لومي، اللومي، أصبار، البقل، الرمان، الرطب. قلنا في الصيف حر، عدل؟ هل ممكن يعيشون في الصيف في بيوت من الحجارة مثلا؟ ها؟ على شنو يعيشون؟ في شنو؟ ايه؟ بيوت سعف. بيوت سعف اللي ورانا شايفين السعف، بيوت مأول خاصة في الصيف كله. هاي في بيوت طبعا من حصى مسوية، لكن البيوت اللي من حصى بعضها فيه يسمونه الباقدير. الباقدير اللي هو مفتوح من وين؟ من أربع جهات، أي مكان أي الهواء يطق فيه وينزل تحت في الحجرة أو في الدار اللي تحت. وهذه مو كل بيت يقدر يسوي. البيوت اللي أول عندهم شوية بيزات، عندهم يعني حالتهم زينة، فهذه يعتمدون على الباقدير. حتى الحلاقين الأول لما يحلق أول فيه يسوون بهالشكل تواليت وذي. والله شو يسوون أول حق الشعر؟ موس. أقرع قريقع طاح في الطاسة. لا موس، يشيلون يشيلون الشعر. ها؟ مو حطب، يشيلون الموس يشيلون الشعر، ما يسوون هالشكل تواليت وشعر حلو. لا لا، أكثر الناس كلها يتحسنون، فيروحون كلها قرعان، لكن مو بعيب طبعا، وهو أخف لهم لأنه يعني ما يبون على الحرارة وغيره، بس مع أن الشعر يمكن يحمي شوية لكن خفيف على الشعر. أنتوا شفتوا شيء؟ شفتوا الحلاق من الأول اللي حسن بالموس؟ إيه. شو رأيكم تشوف قرنقريق عطاه في الطاسة صح لما يبي قرقاشة نشوفه.
محفه طاسه يصيح على امه يا مدر داشه اقرع قرنقع طاح في الطاسه محفه يصيح على امه يا بقر قاشه وناصر اللي نحلف براسه وناصر اللي نحلف براسه تهدم 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 وانكسر ساسه وانكسر ساسه الله اقرع قرنقع طاح في الطاسه تطفي يصيح على امه يا بقرقاشه يلا اقرع قرنقع طاح في الطاسه تطفي يصيح على امه يا بقرقاشه. طبعا حرارة الشمس الشديدة والرطوبة الشديدة اللي عندنا، احنا لان البحرين جزيرة صح؟ ودار مدارنا بحر، فالرطوبة طبيعي يصير عندنا رطوبة وايد، مع الحر يزيد، فالناس دائما يستخدمون المهفة، عفوا عليكم، هذه يريحون شوية، يروحون البحر يتسبحون، اليهال والريايل وحتى بعد الحريم النسوان والبنات بعد يتسبحون في البحر. يتسبحون في البحر طبعا، بس الاولاد بروحهم يتسبحون، الرجال بعد مع بعض بروحهم، الحريم لهم اماكن يتسبحون فيها، يعني ما عندهم اماكن محجوزه كذي يروحوا يتسبحون فيها، البيوت اللي على البحر يسلمون عليهم ويقولوا خلونا نتسبح من وراء بيتكم، لان بيتهم ورا ينكشف على البحر، فيروحون يتسبحون في البحر بعيد عن اعين الرجال، يعني في احترام وفي حشمه اول. والاولاد لما يتسبحون في البحر يسوون يتسابقون سباحه. تعرفون تسبحون؟ ما تعرفين تعلمي، اللي ما يعرف يتعلم السباحه زين، عشان تستمتع بالبحر او تستمتع بالبركه تعلم السباحه. بعد اول يلعبون غير مسابقه السباحه، عندهم مسابقه يسمونها ديايه الحق الديج. شلون ديايه الحق الديج؟ تعال شو؟ تعال تعال مو عصا، لا 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 خلي اسمع يوم بس تعال تعال تعال. احنا في البحر نسوي دائرة، احنا نوقف مع بعض دائرة أربعة خمسة ستة سبعة هلجو مع بعض زين، والبحر في وسط، احنا البحر لهني واصل عندنا مثلا أو لهني، شو نسوي؟ سوي رفعيتكم طبعا، هنا في البحر سبح اللي بوزار واللي بهاف واللي بها، ونسوي كذي، حطوا يدكم سوي كذي زين، نسوي هاللون، تقوم انت تسوي، اذا سويت بق انت ديتش، اذا سويت انت دياي زين. نبتدي اول، انت تبتدي عقب ذي عقب انا عقب انت، ها لا اصبر على وين سوي هاللون، يلا يلا سو دياي ولا ديج؟ دياي ديج ديج سو هم بوكس صبع كلون سو سو دياي ولا ديج؟ ديج ديج يلا ما تعب دياي ديج كوكو كوكو يلا يلا حضوا فسوا سووا كلكم يلا دوي ها ديج بعد وش دورك دياي دياي شو نسوي الحين قل دياي نقوم كلنا نركض مو يعني نسبح قصدي في البحر نسبح وهو يقوم يلحقني يسبح اللي يصيده يصيد معه يعني اذا صادك انت معه تصيد معه صادك تصيد اللون. وعقب نرجع مره ثانيه نلعبه نقول شو نسوي وهو يلحقنا شو نقول؟ دياية الحق الديج قولوا كلكم دياية الحق الديج دياية الحق الديج دياية الحق الديج صادق الله صيد معاي شو يقول له؟ يقول له صيد معاي والحو يلا دياية الحق الديج لين يصيدهم كلهم واذا ما صادهم يردوا مره ثانيه يلعبون هذه دياية الحق الديج عرفتوها؟ بنات بتلعبونها؟ في بعض زين رجعوا كلنا ها يلا ابتدي حصل
مو هاللون شدي هاللون شوي والله ايش لون جاي جاي اصلا يلا زين يلا فوز فوز متحات فوقي سوا ديش ديش يلا يلا نو ديش ها ها لا لا كيفه اوكي لا فوق ها شو قلت يا ولد ايوه عيد ديش يلا شيء ديش من هدي هاي صارت فوز حصه حصه دياية يلا حصه احنا بنقول ديايه الحق ديش تلحقين الصيدين بس يلا ديايه الحق دي ديا واحنا نسبح نسبح وتلحقنا والصيدنا عرفناها رجع ابو كوكو خش خش زين كمل عيالي البحر حلو والصيف حلو بعد في ناس يروحون يصيفون في البحرين عندنا مصايف في البحرين عندنا مثلا عراد في بساتين وايد هذيل في نخل وفي برك دائما المناطق اللي تقريبا على البحر ودار مدارها زراعه وغيره يصير هذه مصيف فالناس يروحون يصيفون فيه احنا لما نروح نسبح في البحر المايه راحت تسميها اذا راحت الجزر اللي تبر راحت المايه في عندنا عيون تنبع في البحر ونروح عشان نسبح في الماي الحلو الموجود في البحر وبارد وفي رجعتنا نمر نلقط الحويت قواقع المحار صقوع ونيبه وفوحه وناكل عقب زين واحيانا اذا في حضره على طريقنا مر يمكن حصل سمش فيه ولا شيء اي في احيانا ارض واحنا نمشي كلها حصى مع بعض يسمونها قحه يسمونها قحه هني بعد في حويت وغيره وفي حيوان صغير ابيض نسميها أم اللبن نصيدها هذه صغيرة هاللون هالكبر ونفركها على أي شيء على حصى وكله يطلع منها أبيض لبن شو نقولها قولها أم اللبن خضي لبن أبوك حسن ما يشرب إلا برطبة اللبن ما يشربون إلا بالرطب نقولها أم اللبن حفظوها أم اللبن خضي لبن أبوك حسن ما يشرب إلا برطبة هذه قليلين اللي يعرفونه احنا نتكلم عما الاول على ايامنا وايام اجدادنا بعد قبل هذه كانت حياتهم وردون البيت وحياتهم اكثر شيء يقعدون في وين في الظل ويتهففون بالمهفه واللي يطلع في الصيف يعني الرطب ياكلونه يبرد عليهم شويه الرمان موجود الكنار موجود البقل والبربير والرويد هذا كله موجود اكثر شيء بعد في انتقد بشيلاني يعني عيش ابيض ونصب عليه لبن حلو للحين ها حلو مع اللبن هذا طبعا لان الفقارة ما شيء يجيبون يعني ما عندهم لحم كل وقت والله دياي كل وقت السمك يمكن متوفر لكن احيانا يشتهون ياكلون شيء خفيف خاصة في الصيف عدل زين طبعا ما يبيعون اول اشياء مثلا المرطبات هذيله يبيعون بس من يعرف شو يبيعون كانوا ثلج شيء مثلج شنو ايس كريم ايس كريم يبيعون يسوون ايس كريم يسوونه محل ايس كريم ويبيعونه في قواط في عودان هالشكل ويحطونه في ترمس في خضر وحمر وخضر وايس كريم ايس كريم ايس كريم قمر حليب ايس كريم قمر حليب ايس كريم ويبيعون اظن بانه اول العمله اللي عندنا العمله الهنديه ربيه وانه وبيزه الربيه 16 انه مثل الحين 100 الفلس
فلس وخمسة فلس وعشرة فلس وخمسين وخمسة فلس اللون الأولين بعد اللي عمل لنا عقب سوينا لنا عنده عمل بروحنا لنا. فهذه اللي يبيعونه يبيعون ثلج، سووا مصنع ثلج، يسوون مصنع ثلج، يجيبون مصنع ثلج يبيعونه يكسرونه. يعني انت تي طرش تشمك يا شيخه روح عند راعي هذه اللي يبيع الثلج خلي يعطيك باربع عنات ثلج، تروحين معاك فوطه ويحط لك في هالكبر، يحط لك في يسمونه بفر ثلج او بفر. وبعدين يبون يشوفون ماي بارد، عندهم ماي في البيت ها يحطون الثلج فيه ويبرد ويشربونه. في شربه يشربونه اول، لا قبل شربه الورد، عقب طلع شربه الورد. احنا شو يزرع عندنا شيء نقدر نستعمله حق الشربه؟ رمان غير الرمان؟ توت. لا توت قليل. كناصفر. لا يعصرونه. ليمون. ليمون اللي هو اللومي. فشربه اللومي وايد منتشر، حتى في اماكن يبيعون شربه، تي تعطي امتين مريانه ويعطيك شربه لومي. وبعد شربه ورد، عقب سووا شربة ورد ويحطونه مع الحليب شوي وغيره. هالأشياء هذه كانوا كلها يشربونه. في عندهم شيء يسمونه نامليت. نامليت. النامليت غرشة هالطول مسكوكة زين، طعمها ساعات يحامض شوي حلو شوي، في ستيم قليل منهم، يعني مو مثل الكولا والباء والبيبسي ومرش يقول لا، يعني أخف وايد. هذه يسمونها نومليت. وفي نومليت بوتيله، في مصنع انا كنت مره في دبي ولا عندهم مصنع مسوينه اللي هو نومليت بوتيله. هذه النومليت عيالي كان نلعبها خاصه في الاعياد، يعني شلون طاش مطاش، سمعتوا طاش مطاش؟ يعني يولون القرشه هاللون، يولون القرشه ويخضون يخضون ويود هاي البوش الفتاحه يقول طاش مطاش، تقول طاش تسوي بق، اذا طاش يعني يطلع الزباد وهو قلطاش ياخذ القرش لها، اذا قلطاش وما طلع الزبار منها انا اخذ القرش لي. وعقب نلعب يلعبون يلعبون، واللي يجمع اكثر قراش يا يبيعهم على نص القيمه يا يوزعهم على ربعه. وهذه النامليت كنا نشربها ارخص شيء عندنا، حتى ايام ما ننجح نوزع حتى على اهلنا، فرحه بالنجاح لان هل اللي عندنا. فهالصيف كان صيف جدا قاسي عندنا. ايش رايكم هو الحين احرك ذاكراتكم شويه ونسمع الالغاز؟ جاهزين؟ جاهزين. استعدوا. يقول لك شجره في 12 فرع وفي كل فرع 30 غصن وفي كل غصن 7 ثمار. تفضل يا نوف. السنه. السنه صح صفقولها. شلون يعرف السنة؟ لأن 12 شهر، 12 شهر. اللي هو 12 غصن إيه؟ و 30 يوم إيه؟ في الشهر إيه؟ و 7 أيام في الأسبوع. 7 أيام زين حلو. أي ملك له أكبر تاج؟ أي ملك له أكبر تاج؟ أكبر تاج حط على راسه، أي ملك هذي؟ شوف لنا الهنوف يعني ماخذ الجو. تفضل يا هنوف. انا نوسه ونخله، لان لا 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 هو 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 ملك 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 ايش ذا؟ اي اكبر راس منه. صجي صجي. ها اكبر تاج. اكبر تاج؟ اكبر تاج، ليش اكبر تاج؟ لان هو اكبر. اي لان راسه كبير. اللي راسه كبير اكبر اكبر راس. إيه صفقوا صفقوا حق حصه. يا سلام يا سلام. زين. أي اسم أوله عين والفاتني أوله فآخره لي؟ أول عين وإذا فاتني فآخره لي. آه شباب تفضل. لا والنهاية. لا شو اسم الاسم؟ علي. شنو؟ علي. علي حيوه حيوه حيوه. يا سلام علي. عين لي عدل؟ زين. حيوان جميل ورشيق، انزال ربعه فالباقي زال. تفضل. غزال. حيوه. يا سلام يا سلام. فكر فكر بخك فكر فكر. زين. عنده مدن ما فيه سكان، عنده جبال ما فيه صخور،
عنده انهار ما فيها ماي. الخريطه. الخريطه ما فيها يعني خارطه العالم وذي ما فيها انهار ولا فيها شيء ما فيها ماي. لي اجنحه ولا اطير. لي اجنحه ولا اطير. اي حرف. تفضلي. البحر. لا 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 غير. حرف الميم. لا هو موجود يسكنون ناس. فندق. حيوها يا سلام. الفندق ما فيه اجنحه ولا يطير. زين حتى بعد المستشفى فيه اجنحه. انتوا فكروا شيكوا فكروا. زين يلا غيره. لا لحم لي ولا عظم ومع ذلك لي 5 اصابع. لا لحم لي ولا عظم ولي 5 اصابع. لا عظم ما في عظامه ولا لحم لكن لي 5 اصابع. نبات مو نبات. حيوان. جماد. لا القفاز. نعم القفاز. القفاز حيوه القفاز. يا سلام. أول لما بيروحون كشتة يركون في الباص أو ساعات في جلبوت هلو توصلهم إلى مكان الكشتة ويطقطقون ويغنون في الباص. كل واحد يحطه أقل لك مسؤول، أنت مسؤول عن الصينية، أنت مسؤول عن الأرض، ويقولون أول شيء يشجعون الدريول. شو يقولون له؟ دريولنا كنا ورد رايح يوصلنا ورد ويرون كنا ورد راح يوصلنا ورد ادري ولا كنا ورد راح يوصلنا ورد. زين احب يروحون بو زيدان. شو يقولون؟ بو زيدان ما له حوبه كل من يقس الثوبه. بو زيدان ما له حوبه كل من يقس الثوبه. بو زيدان ما له حوبه كل من يقس الثوبه. زين بيروحون الحين النبي صالح. شو يقولون؟ يا نبي صالح انت الحلو والبحر ماله. سلام عليك يا نبي صالح انت الحلو والبحر ماله. انت وحلوين والبحر مالح وانت وبعد حلوين عيالي. اتمنى انكم استفاديتوا من كل شيء قدمنا لكم. الى اللقاء نلتقي معكم ان شاء الله في حلقة قادمة باذن الله.